Salam alaikum. Ana Amira Oron, Safira Dawlat Israel fi Jumhuriyat Masr al Arabiya. Awad an u'abir an sa'adati li tamsil Dawlat Israel diplomasiyan fi Masr ba'd mudi 29 sana min al 'amal fi al silk al diplomasi indama shaghalt mansab al mustashara lil shu'un al iqtisadiyya fi al safara al israeliya fi Masr. كل سفير بيمثل دولته في البلد المضيف له أهميته ولكن للسفير الإسرائيلي لدى مصر مهمة إضافية ألا وهي خدمة وتعزيز السلام بشكل يومي أنا مولودة في أورشليم القدس وعائلة والدي قدمت إلى القدس من سالونيك عام 1800 وعائلة والدتي قدمت من أورفا عام 1900 عاشت عائلة والدي في اسكندرية لفترة أما والدي فتولد في البلدة القديمة في القدس لما رجعت العائلة من مصر. اللغة العربية كانت دائما موجودة في بيتنا وخاصة اللهجة المصرية العامية وكمان كنا بنشوف الأفلام المصرية المذاعة في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم الجمعة. أنا اتعلمت اللغة العربية في المدرسة الثانوية ثم الجامعة وده ساعدني ألتحق بالسلك الدبلوماسي وطول حياتي العملية انشغلت بالشؤون الشرق الأوسط واتكلمت باللغة العربية مع كتير من الأصدقاء من الدول المختلفة وأنا سعيدة جداً إني قدرت أجمع بين هويتي ومهنتي من كم يوم واحدة من زميلاتي اللي بدأنا مع بعض التدريب في الخارجية فكرتني بإني قلت إن حلمي إني أبقى سفيرة دولة إسرائيل في القاهرة والحمد لله اتحققت أمنياتي وعادة السلام التي صنعها لنا بالشجاع كل من رئيس الحكومة مناحم بيجين والرئيس أنور السادات محدش مننا يقدر ينساها لأنها أثبتت على مدار أكثر من 40 سنة مدى أهمية وقوة هذا السلام اتفاقية كامب ديفيد غيرت الواقع في منطقتنا لصالح الجميع وضمنت للشعبين الإسرائيلي والمصري التعاون والازدهار من خلال عملي أنا دائماً بتابع تطور العلاقات بين الدولتين وأكيد هذا التعاون مفيد جداً وبيساهم في استقرار الشرق الأوسط ما في شك إن التنسيق والعمل المشترك بين قوات الأمن والجيش للبلدين والاحترام المتبادل لرعاية معاهدة السلام بيساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الأمنية على البلدين من الجهات الخارجية وبالإضافة إلى التعاون الحكومي عندنا أهمية كبيرة للتواصل بين الشعبين لأن ده يشكل العنصر الحيوي والأساسي للسلام وعلشان كده لازم نستمر في خلق الفرص الملائمة للربط في القطاعات المختلفة في المجال الاقتصادي والزراعي والسياحي والاستفادة من الخبرات المتبادلة وأحد المشاريع المثمرة اتفاقية الكويز عام 2004 اللي حقق إنجازات ملموسة للصناعات الإسرائيلية والمصرية واللي من خلالها بلغت قيمة صادرات المنسوجات المصرية الإسرائيلية للأسواق الأمريكية مليار دولار ومؤخراً سعى البلدين لإقامة إطار التعاون في مجال التكة وتم إنشاء منتدى غزة الشرق الأوسط وكسفيرة سأبذل كل جهدي لتطوير وزيادة النشاط الاقتصادي بين إسرائيل ومصر وأكيد هذا النوع من الاتفاقيات هي الحافز والدافع للتعاون الاقتصادي بين الدولتين. إن الاحترام المتبادل من أهم صفات العيش بالسلام وعليه فإن سعى سيادة الرئيس السيسي بالدعوة للتسامح بين جميع الأديان والطوائف والحفاظ على التراث اليهودي من ترميم المعابد والمقابر اليهودية في مصر لك ترحيباً وتقديراً من قبل الشعب الإسرائيلي واليهود في أنحاء العالم أنا بعتبر مهمتي في مصر مهمة جداً لأن مصر معهد الحضارة وينسجم فيها الماضي بالحاضر وكمان القدرة المصرية على مواجهة تحديات المستقبل وكأول امرأة أمثل دولة إسرائيل كسفيرة لدى مصر يسعدني أن أتابع وأدرس السياسة التي يقودها الرئيس السيسي بخصوص تمكين المرأة المصرية ودفعها إلى الأمام في شتى المجالات وأرسل تحياتي لجميع نساء مصر المشاركات في الواقع الجديد
اسمحوا لي كلمة أخيرة. كل سفير محتاج شركاء في الدولة المضيفة، وأن كل ثقة أن العمل المشترك سيؤدي إلى الاستمرار ببناء ساخن السلام والازدهار لإسرائيل والمصر معاً.